However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy. طلعت الأميرة كيت ميدلتون في فيديو بتقول فيه إنها بتخضع للعلاج الكيميائي من السرطان اللي تم اكتشافه بعد عملية جراحية في البطن أجرتها في يناير، وما كانش باين إن عندها سرطان، لكن بعد العملية تم إجراء الفحوصات اللي بينت وجود مرض السرطان، وقالت إنها في المراحل الأولى من العلاج وإنها بتزداد قوة كل يوم من خلال التركيز على الأشياء اللي بتساعدني على الشفاء في ذهني وجسدي وروحي. ووصفت كيت إن العلاج الكيميائي بأنه علاج وقائي. الأميرة كيت عندها 42 سنة، ولدها كان طيار وعيلتها كانوا بيشتغلوا في مناجم الذهب، والتحقت بجامعة سانت أندروس في اسكتلندا لدراسة التاريخ، وهناك حبت الأمير ويليام واتجوزوا، وكان حفل زفافهم كبير جداً وأنجبت منه جورج وشارلوت ولويز، وحصلت بعد الزواج على لقب دوكة كامبريدج. كيت بتطمن ولادها وبتقول لهم إنها هتبقى كويسة، وبتقول إن زوجها ويليام هو مصدر الأمان والراحة بالنسبة لها. وبيؤكد توماس مور مراسل سكاي نيوز العلمي إن الأمر ضخم يجب معالجته، ولا يزال السرطان هو التشخيص الذي لا يريد أحد أن يسمعه. على الرغم من العلاجات أصبحت أفضل بكتير عن قبل كده، لكن ما زال مخيف. نتمنى لها الشفاء العاجل.